سيدنا مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم بي هابي مع علاء. اليوم غادي نسول المواطن المغربي واش يقدروا يتاقلموا مع الوضع الجديد من مور رمضان ويقادوا السعاده ديال الناس ديالهم. تابعوا ارائهم اجاباتهم وراجع لكم ما تمشيو فين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اش اخبارك؟ امورك هانيه؟ بخير. كي درتي مع العيد؟ الله يطولنا عمرك اسيدي. مالك حشمان؟ لا لا عادي. انت هكا؟ انا هكا. انت كتبان لي بدا عندك الصيف. ضروري. دخل. ضروري. بغيت غنعرفك علاش كتصنص؟ الراب. دابا انت مهرب الكاسك من ودنك، بغيت تسمعني تسمعني اون صاحبي. لا نسمعك حتى يعني. سمعني انا. يلا الله يحفظك ليا. بغيت غير نسولك واش تقدر تتقاد النعاس من مورا رمضان؟ كنقاد النعاس ولكن ما كنقادش مزيان، كنمشوي شوي من راك. الحمد لله الامور ان شاء الله. ضروري الانسان ضروري يدير البرنامج بتاعو. مازال اخويا الصراحه باقي. كلشي عندي مزيان، كنعس مزيانه، الصيام الحمد لله مزيان. لا مازال ما قديتوش، مازال كنعس. كنعس مثلا تقريبا مع ديك ثلاثة بحال البارح حنيت نعس مع ثلاثة، فوقت مع ديك 11 ونص مازال نعس شوية. ما نكذبش عليك. حضرتي راضي؟ لا فهمتي، مع الخدمة تتنعس مع ديك تستعلي مع الربعة الصباح، تتنعس 12 بهكا الوحدة. مع العمل ومع عارف مع العمل والعمل ديال الخدمة، عمل ديال الجمعية، ما كنشوفش ما كان يعني ما كنقادش الوقت الكافي اللي غادي نقاد فيه النعاس. تيكون واحد التغيرات، ولكن الوقت الحالي حنا بالنسبة للناس الرياضيين واللي دوزوا الرياضة والحمد لله في سيدنا رمضان. أنت كتبان لي سبورتيف. سبورتيف صراحة، تتكون عندهم الأمور مزيانة، أما الصراحة الحمد لله الأمور غدا مزيانة. البارح أنا نعست تقريبا مع 12، ولفت نعس مع 12، نفيق مع ديك الجوج تنتسحر ونتعشى ونقدر نكمل التراويح ديالي، ومن بعد ديك الساعه تنرجع للنعاس. دابا الحمد لله باقي البرنامج هو هو. صراحه كنعس مع 3 ونص، كنفيق الوحده الجوج عندك نفيق. دابا يلا فقت انت من 3 محقق. 3 هذاك الشيء اللي كاين. عادي كنعس مع 9 الليل في رمضان. في رمضان كنعس مع 3 الليل. و 3 راه كتسهري غد ليه ما كتلقاش مشكل في الفيق؟ لا انا ملي كنجي من العمل كنجي ديرك كاو كنطلع نعاس. نعاس كيف رمضان كيف لا رمضان كيف لا رمضان كيف رمضان كيف لا رمضان. عندنا دابا راه نعسنا مع 3 ولا 4، راه كنعس شويه بكري. اما نقبرك شي في رمضان راك تنعس 8 بعد مرات 9، عاد تشوف واش تقدر تنعس ولا لا. فهمتي على حساب التليفون، شاد التليفون كتكونيكتا. اللي كيخليك انك ما كتقادش النعاس ولا رمضان انك كتولف، بحال كتولي كتولف على داك الادمان. واش تقدر تقاد نعاسك ولا لا؟ وراه اوبليجي غادي تقادو مع الخدمه، راه خصك تنوض ضروري. بزمنك صعيب تقاد النعاس مورا رمضان، ولكن حنا كنحاولوا باش نقادو النعاس. كنلقى صعوبه شويه ولكن مع الخدمه ما بزمنك غادي تقاد النعاس. صافي غادي تقاد النعاس ضروري. نعاس تقاد مع الله يحفظك. ضروري. شنو تقول النعاس تقاد معاه؟ غادي تقاد مع النعاس. نعاس تقاد مع الوقت راه سير بايناش. 9:15 كنفيق. ما عندك مشكله واخا تسهري كتفيق. ماشي مشكلة كنفيق مع 9:15. انتي محقة. محقة فيها. انتي ما تزيدي ما تنقص. ما نزيد ما نقص فيها. انتي مغربية محقة ما عندهم ما يديروا معاك. واخا تسهري كتفيقي في الوقت. كنفيق في الوقت ديالي. مزيان ما ناقصك والو. ما ناقصني حتى حاجة الحمد لله، ودابا كنصون 6 أيام. شحال من امتحان ما دوزتوش بسبب الناس. علاش؟ شحال ديال الباك ما دوزتوش بسبب الناس. بقيتي ناعس. بقيت ناعس. ما فقتيش. ما فقتش. واش درتي؟ بقيت ناعس. السيستم ديال الخدمة العادي وكترجع تنعس عادي، كتنعس مع هذيك 10 تفيق عاوتاني مع 8. ولكن جاتك صعيبة ولا سهلة؟ شوية. شنو اللي صعيب فيها؟ راك عارف تبقى سهران ما واكل ما شاف نهار كامل. تليفون خصك تطفيه جني راسك. دابا بغيتي تقعد نعس خصك دير طفي التليفون. حيت رمضان مثلا كيخليوك تسهر، كيقولوا رمضان هادي باقي شي عاد الفجر كيخليوك تسهر، ولكن فاش كيخرج رمضان صافي كيولي وراه الدين معاك. صافي راه سالا رمضان. صافي سالا. كتسمع ديك الجمله ديال راه سالا رمضان. ضروري. باقي صايم سالا رمضان صافي باقي صايم. ما كرهناش جميع المغاربه والمسلمين جميعا حتى هما يكونوا شادين البرنامج ويبقاو شادين في طريق الله، ماشي يحيد رمضان ويعاود يدور الصفحه الثانيه. الله يخليهم في طريق الله ويصوموا الاثنين ويصوموا الخميس ويبقى البرنامج الحياة مزيان والدات تكون مزيانة والحمد لله. إوا سيدنا كيف تبعنا فماشي كلشي يقدر يتأقلم مع الوضع الحالي ويقاد الساعات ديال النعاس ديالهم من مورا رمضان. وكاين اللي كيلقى صعوبة كبيرة خاصة أن بزاف الناس ولفوا السهر. أنتم بعد كذا ما بقى لي غير نقول لكم حقتنا وصلت نهايتها، نتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة في موضوع جديد وديما بيها في معالة. السلام عليكم.